اليوم بنعاني من المعابر لأنه أنا عندي فرح ابني بقدرش يجي هان وفرحه في مصر وأنا مش قادر، يعني قدمت على معبر إيرز وما طلع ليش، وهيني بس أنا في معبر مصر إلي شهرين مش قادر أروح. فرح ابني كمان يومين فرح ابني وأنا كنت زي النار، يعني مش قادر أصبر. وربنا فرجها، يعني ربنا حن علينا وفرجها، وهي هم المصريين فتحوه. ظروفي زي ظروف أي مواطن. أنا إلي 7 شهور جيت من السعودية وبدي أرجع لعملي. الآن إلي 7 شهور، ابني أكتر إله 9 وراح عليه 1.5 سنة تعليم من تعليمه. يعني إحنا بنطلب من جميع العالم يسهلونا المعابر، وبنطلب من الأخ السيسي شخصياً إنه يسهل لنا المعابر، لأنه إحنا بدون السيسي ما فيش إمكانية، يعني بدناش نضحك على بعض ولا نزاود على بعض. الأمر كله هذا يعني هو حافظ نظام بلده زي ما إحنا نفس الشيء، بس بنطلب إنه يسهل لنا. هذه قال لي نضيفها من عند المدير ويعمل له تعهد من الوالد في المطريش المستقبل بناء على تعهد. عشان ما تصيرش مشاكل هنا، عشان ما تصيرش مشاكل هنا بجد. ماذا تقول؟ جوال جهاد.